ما تخافوش، ما تزربوش، ما تعمروش الاستماره نهائيا، ما تعمروش. دابا باقي لنا شهرين ونص. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحه ديالكم؟ مزيان؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير ان شاء الله يا ربي وعلى خير. اليوم كما لاحظتوا في العنوان، موضوع كيخص اصحاب القنوات. اليوم حنايا بطبيعه الحال بغيت نتكلم على واحد الموضوع اللي دار ضجة على أصحاب القنوات. يعني كاين اللي مخلوع، كاين اللي ما عارفش شنو معنى هاد الرسالة اللي وصلتنا هذه 5 أيام. قررت أنني نتكلم على هذا الموضوع هذا بما أنني عندي قناة في اليوتيوب، علاش لا ما نديرش بادرة ونشرح للناس هاد الرسالة هذه باش نحيد منهم داك القلق داك ستريس ويخدموا براحتهم ويكملوا العمل ديالهم في القناة بدون أي خوف من الأرباح أنها غتمشي ليهم ولا غينقصوا ليهم بزاف. لا، غادي نشرح لكم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا مزيان مزيان باش تحيدوا داك التخوف اللي صراحة حسينا كاملين من طلعت لنا داك الرسالة الفوق كما كتشوفوا دابا. هاد الرسالة هادي أكيد جميع القنوات لاحظوها، كتدخل لاباج القناة ديالك في جوجل كروم فكتشوف مباشرة هاد الميساج هذا اللي صيفطوا لنا اليوتيوب، كيقول لنا بأن القناة ديالنا غادي يبقاو ياخذوا عليها الضرائب. وصلتنا هاد الرسالة هادي، الناس ما فهموش، كاين شي وحدين اللي قالوا كيفاش حنا يلاه بادين من الصبغين نجمعوا الارباح، مازال ما تجمعنا داك 80 دولار، كيقولوا كيفاش يعني علاش ينقصوا لينا وحنا ما كنصوروا والو، يعني ثمن قليل وكيفاش وهادي وهذا، واش ينقصوا لينا نص المبلغ او الربع او الثلث؟ يعني الناس ولاو متخوف. حاجه غادي ندوزو نقراو الرساله اللي وصلتنا وغادي نضغط على بدء باش نشوفوا شنو الموضوع، شنو الرساله، شنو كتعني، وغادي نقراها معكم ونكملوا لا فيديو. اي واحد فينا عنده قناه على اليوتيوب اكيد جاتو هاد الرساله اللي الفوق باللون الاحمر، اللي هي واحد الاعلان مهم لنا بزاف. اذا كنت منشئ محتوى مقيما خارج الولايات المتحده، عليك الاستعداد لارسال معلومات الضرائب في الادسنس لضمان دقه الضرائب التي يحتمل ان يتم اقتطاعها من ارباحك. وهنايا غادي نضغط على بدء في داك الخانه اللي عطاوني فيها الاعلان بالاحمر، وغادي تشوفوا معايا التفصيل بالضبط. اذا هاد الرساله هذه فاش ضغطت عليها خرجت لي هاد لاباج هذه اللي فيها الالتزامات الضريبيه الامريكيه لدخل اليوتيوب. من البدء في جوجل اعتبارا من يونيو 2021 ستتمكن تطبيق ضريبة استقطاع أمريكية على دخلك الناتج عن المشاهدين الموجودين في الولايات المتحدة، لذلك يجب عليك في أقرب وقت ممكن إدخال معلوماتك الضريبية الأمريكية في الأدسنس. إذ لم نتلقى هذه المعلومات بحلول 31 مايو 2021 فقد يطلب منك تطبيق خصم يصل إلى 24% من إجمالي الدخل الذي حققته على مستوى العالم. المهم كما لاحظتوا يعني الأرباح، خبر زوين، خبر مفرح ان ماشي الضرائب ما غاديش تكون على الارباح ديالنا كامله، المشاهدات ديال الدول كامله، فقط دوله واحده اللي هي امريكا. الا كانوا عندكم مشاهدات من امريكا فداك الربح اللي جمعتو من المشاهدات ديال امريكا غادي يخصموا ايضا ينقصوا منها ضريبه. ولكن 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 حاجه وحده، الا ما عمرناش داك الاستماره، الا ما عمرناهاش فغادي نقصوا لنا 24% على الارباح كامله، يعني الدول كامله، المغرب، تونس، مصر، الجزائر، امريكا، الهند، الامارات، يعني اي دوله كنتي كتفرج ليها الا ما عمرتيش الاستماره فغادي يحيدوا لك الارباح كاملين 24%. النصيحه الاولى ما تسرعوش، ما تعمروش ديك الاستماره ديال الضرائب، حيت بزاف الناس اون فوا قراو داك الرساله خافوا مشاو نيشان داروا داك بدء وبداو كيعمروا المعلومات ديالهم وقع لهم واحد الخلل في الارباح ديالهم في الجوجل ادسنس. اول حاجه قلت لكم ما تعمروش ديك الاستماره. علاش قلت لكم ما تعمروش دابا؟ خصنا نتأنوا حيت باقي لنا مده شهرين ونص، شهرين ونص مده طويله، يعني يقدر في شهرين ونص اليوتيوب يصيفطونا معلومات جديده، ممكن تكون شي حاجه شي طريقه ملء ديك الاستماره، شي طريقه جديده، معلومات حنا ما عارفينهمش. في هاد الشهرين ونص غادي نتسناو حيت داك الاستماره فوقاش خصها تكون عامره،
خصنا نكون عمرناها في الاول ديال شهر 6. الاول ديال شهر 6 ما خصناش نكونوا يعني نسينا ولاد، يعني نعمروها في داك الاخر ديال 5 ولا. علاش؟ باش نجمعوا جميع المعلومات، نعرفوا شنو كاين. ربما يجي شي تجينا شي رساله جديده من اليوتيوب ويكونوا ديجا حنا تسرعنا. بالنسبه للناس اللي عمروا الاستماره، تسرعوا وعمروا الاستماره، فوقع لهم واحد المشكل في جوجل ادسنس بالنسبه للارباح. قال لك يعني الربح ديالهم ما بقاش داك الشيء مقاد، الحسابات ما بقاوش قادين. علاش؟ ما كانش خصهم يعمروا الاستماره دابا، مازال الوقت. والناس اللي تيسولوا تيقولوا دابا انا الارباح ديالي اللي ديجا مجموعه ليا في جوجل ادسنس، واش يمكن لي نسحبها قبل ما نعمر الاستماره؟ نعم، ايه ممكن انك تسحب داك الارباح ديالك واخا ما عمرتيش الاستماره، حيت الاستماره فوقاش غادي يبقى يطبق القانون ديال الضرائب، غادي يطبق ان شاء الله حتى لشهر 6. يعني باقي لنا الوقت شهرين ونص، ما نتسرعوش، ما فيها باس نتأناو ونجمعوا معلومات ويوميا نراقبوا الجيميل ديالنا ونراقبوا الصفحه ديال قناتنا في جوجل كروم باش توصلنا اي رساله، نكونوا حنا عارفين المعلومات اللي كتصيفط علينا اليوتيوب. اذا ما نتسرعوش، ما تعمرش الاستماره دابا، مازال ان شاء الله شهرين ونص كافيانا باش جوجل ادسنس ديالنا ما تخربقش، الارباح ديالنا يبقاو هما هادوك. الحاجه اللي غادي تطمننا اكثر هي ان مشاهدات ديال امريكا يعني بالنسبه لينا حنا كمغاربه غادي تكون ضئيله او لا ما غاديش تكون. كما غادي تلاحظوا معايا دابا غادي ندخل معكم الاحصاءات ديال القناه ديالي مباشره، وغادي تشوفوا، غادي نوريكم واحد الميزه عطاتها لنا اليوتيوب رائعه. غادي تشوفوا المشاهدين من اي دوله، غادي يطلع لكم جميع المشاهدين ومن اي دوله، وغادي تلاحظوا ان امريكا ما تخافوش كاع، يعني ما كانش شي مشاهدات امريكا طالعه اللي غادي يديو لكم الارباح كامله، غادي تكون ناقصه قليله قليله او لا ما غاديش تكون نهائيا مشاهده من امريكا. يعني ما كاينش تخوف كاع من هاد الضرائب. ان شاء الله في شهر 6 غادي نكونوا عمرنا ديك الاستماره، غادي نتسناو فقط هاد شهرين ونص وان شاء الله غادي نعمروها، وغادي نكمل معكم جميع المراحل. الا وصلت شي رساله اخرى ان شاء الله وصلتنا وصيفطاتنا اليوتيوب، غادي نولي نشاركها معكم، وكذلك غادي نشارك معكم الطريقه ديال ملء الاستماره ديال الضرائب. ما تخافوش منها، حاجه بسيطه. الناس تخلعوا قالوا حنا على الله بادين، اذا صافي غادي نحبسوا ما غاديش نكملوا، واش الضرائب حنا ربح محال، واش يكون شي ربح زعما كثير. ما تشأموش من ناحيه الارباح، عافاكم ما تشأموش. بزاف الناس صافي الارباح كتبقى ناقصه، كيولوا متشائمين بزاف. بحالي انا كما كتعرفوا القناه ديالي كانت غلقات واحد 15 يوم، من رجعات الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، من رجعات ليا مشتركين بداو كينقصوا بواحد الطريقه عجيبه صراحه. تصدمت، نقصوا ليا شي 67 ابوني، يعني 67 مشترك مشى ليا. علاش؟ حتى وقفت ديك مده 15 يوم. كيكون واحد الخلل يعني كيوقع، ماشي مشكل. وبالنسبه للارباح لاحظوا الفيديوهات من نهار تفتحت القناه ديالي رجعت الحمد لله لدابا، المشاهدات تاهما ولاو قلال، ماشي مشكل. كنخدم بجد وكل فيديو كنجتهد فيه اكثر. ماشي ضروري انني لما كنتش مات عندي مشاهده طالعه وارباح طالعه غادي نفشل ونحبس، لا غادي نكمل. واخا مشاهدات الايام الحمد لله ماشي مشكل، ناقصه شويه، ولكن غادي نكمل ان شاء الله. غيجي واحد النهار وغادي واحد لا فيديو غادي يطلع، انا متاكده ان شاء الله. يا ربي، ربي كبير، ما خصناش نيأسوا، خصنا نتشجعوا. ماشي حتى شي حاجه ما كتجي سهله، حتى حاجه ما كتجي سهله. راه ما يمكنش انا اليوم نفتح مثلا قناه غدا غادي نربح وغدا غادي نتخلص، راه خص تدربي على تماره وتسهري مونتاجات وتماره والجروبات والروينه في البدايه ديال القناه. من بعد الحمد لله ربي تيسهل، من بعد ربي تيسهل. اون فوا كتحطي لا فيديو كاينين مشاهدين كيتبعوك الا كان المحتوى ديالك زوين. كما كتلاحظوا انا محتوى قناتي متنوع، جد متنوع، ماشي غير متنوع، يعني اي فيديو ممكن نحطو لكم، اي فيديو ممكن يجيكم على البال ممكن نحطو. قناه متنوعه، اي مجال كنتكلم فيه الحمد لله. المهم كانت هذا هو الفيديو ديال اليوم على حساب الضرائب. الرساله اللي وصلت لكم، ما تخافوش، ما تزربوش، ما تعمروش الاستماره نهائيا، ما تعمروش دابا، باقي لنا شهرين ونص، شهرين ونص كافيه، ممكن يوصلنا ميساج جديد، ممكن معلومات جديده، ما نتسرعوش من الافضل. وباش حتى الارباح ديال ادسنس ما تخربقش لكم في هذه المده ديال شهرين ونص اللي باقا. وغادي ندوز دابا، ندوز معكم الاحصاءات
غادي تشوفوا المشاهدين من دول كيشاهدوا لي قناتي في هذا الشهر هذا ديال 28 يوم. غادي تصدموا معايا، تبعوا معايا الفيديو. كما كتلاحظوا هنايا في الصفحه ديالي في جوجل كروم، تدخلوا هنايا المنطقه الجغرافيه، هنايا غادي تعرفوا هنايا الدول اللي كتشاهد القناه ديالكم. كما كتلاحظوا هنايا كتشاهدني المغرب اكثر نسبه 12963 مشاهده بالنسبه لهذا الشهر هذا، اسبانيا كذلك، فرنسا، مصر وايطاليا، الجزائر، العراق، بلجيكا والمملكه العربيه السعوديه، المانيا، الصحراء الغربيه، تركيا، الهند، هولندا. يعني كما كتلاحظوا امريكا ما كايناش نهائيا هذا الشهر هذا، ما تفرجوش فيا، دونك ما عندي علاش نخاف، ما تخافوش، دخلوا الاحصاءات غادي تعرفوا كل شيء. معايا متابعيني وريتكم الاحصاءات ديال القناه ديالي، ما عندي حتى مشاهده من امريكا هذا الشهر هذا. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم، يعني ما تخافوا من حتى حاجه، هذا الشهر هذا ما جاتني حتى شي مشاهده من امريكا. دونك الا تنفذت القضيه ديال الضرائب بحال هذه الوضعيه اللي انا فيها مثلا، ما عندي حتى شي مشاهده من امريكا، يعني ما غتنقص ليا حتى شي حاجه، ما نخلصت حتى شي حاجه في الضرائب. علاش؟ حيت عمرت الاستماره وما عندي حتى مشاهده من امريكا. هذا الشيء اللي كاين، ما تخافوا من حتى شي حاجه، ان شاء الله يكون خير وما كاينش شي نقص في شي ضرائب ولا شي حاجه كثيره. الخطر هو انكم تعالى ما عمرتوهاش في شهر 6، ما كانش معمره، هذه هي المشكله اللي ما عمرهاش نهائيا، جات جا شهر 6 ومازال ما عمرتوهاش، هي اللي مشكله، غيبقاو ينقصوا لكم 24% من الارباح ديالكم. دونك اتونسيو، غادي نرتاحوا فقط هاد شهرين ونص نتسناو، ولا كاع شهرين نتسناو، ما ربي يبانوا معلومات جدادين. هادشي اللي كاين ان شاء الله، شاركت معكم بكل شيء، كنتمنى هاد لا فيديو يكون نال اعجابكم. دائما تبعوني، شجعوني، ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، مابوني الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه ديالي، ديك ابوني الحمراء ردوها غي، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد حطيته في قناتي المتنوعه. كنتمنى يكونوا فيديوهاتي كينالوا اعجابكم، ولا كنتو كتبغيو محتوى واحد ما بغيتوش شي حاجه عزيزه عليكم بغيتوني نتكلم عليها، فخليو لي تعليق ان شاء الله، فانا بكل ترحاب اي فيديو ممكن نتكلم لكم عليه ان شاء الله. كانت معكم نعيمه من قناه هاني ام يحيى، السلام عليكم.